بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهنئكم بمناسبة هذا العيد الأغار، عيد الغدير، وأتمنى لكم الموفقية. في البدء أشكر العتبة العباسية وجامعة الكفيل وجمعية العميد للعلوم الفكرية والعلمية على إتاحة الفرصة لنا والمشاركة في هذا المؤتمر، وأتمنى لهم الموفقية. وأشكر كذلك الأخ الدكتور الشيخ الفاضل حسام العبيدي. موضوعي إصلاحات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في نظم العدالة الاجتماعية. تعاني أنظمة الحكم في العالم من أمور قد تؤدي إلى هلاكها، منها العدالة الاجتماعية، وتعد هذه العدالة المحور الأكثر بروزا في منهج أمير المؤمنين عليه السلام. فعلى مدى عصور التاريخ الإسلامي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد سنحت فرصة استثنائية واحدة لجهة استقرار هذه العدالة، تمثلت في العهد القصير الذي أمضاه أمير المؤمنين عليه السلام في الحكم، وقد أجهد نفسه على أن يحقق ذلك بين الناس وأن يحملهم على الطريق الواضح لا التواء فيه، ويبسط الحق بين القريب والبعيد. فذهب الإمام عليه السلام لوضع الأسس التي تهتم بتطبيق العدالة الاجتماعية وإعطائها بعدا عمليا واقعيا، ويوسع مفهوم الحقوق التي طالت مستويات لم تكن منظورة ومعترفا بها نتيجة الثقافة المتوارثة والعادات القبلية التي قيدت حركة الإنسان وألزمته حدودا يكرهها. وفي منطق أمير المؤمنين عليه السلام لا يمكن أن يدوم بقاء الدول في المجتمعات إلا إذا احترم النظام الحاكم حقوق الشعب، وفي الطرف الآخر أبدى الشعب احترامه لحقوق النظام الحاكم عليه، وإلا فمن دون رعاية الحقوق المتبادلة بين الدولة والشعب لا يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية. وقد حارب أمير المؤمنين عليه السلام من أجل هذه العدالة محاربة لا هواد فيها، فكان ينتهز كل الفرص من أجل ثقافة مكافحة الظلم وحماية المظلومين عن طريق ضمان معيشة كريمة لجميع الفقراء والمعوزين. ولم يكن اهتمامه بالناحية هذه بمحض الصدفة، بل إنه يرتبط ارتباطا وثيقا بالأوضاع الفاسدة التي آلت إليها حالة العالم الإسلامي آنذاك، إذ كثرت الثروات ولم يكن توزيعها يتم وفق المبدأ العادل، بل كانت الامتيازات العصبية والطبقية تأخذ دورها حتى تراكمت الأموال في جانب وحرم الفقراء حقهم في جانب آخر. فكان عليه السلام يكافح هذا الداء الخطير ويعالج تلك الانحرافات، وذلك بإزالة جميع أسباب التخلف والانحطاط وتحقيق حياة كريمة يجد فيها الإنسان جميع متطلبات حياته من رخاء وأمن واستقرار. فالطاقات العلمية والعملية الهائلة التي بثها أمير المؤمنين عليه السلام في هذا الجانب قد ساهمت مساهمة إيجابية في صنع الحضارة الإنسانية وبلورت العدالة الاجتماعية الإسلامية الحقيقية. سبب اختيار الموضوع أن الوضع الاجتماعي المتردي قد جعلني أختار هذا الموضوع لما له أهمية في إصلاح أمور البلاد والقضاء على الفساد بكل أشكاله، والذي قد تسبب بأزمات أخرى. أهمية البحث، إن ما يهدف إليه البحث هو تسليط الأضواء على أهم المبادئ والخصائص والأصول للمنظومة القيمية الاجتماعية في الإسلام، لا سيما في خلافة أمير المؤمنين عليه السلام والإصلاحات التي قام بها، لأن الأنظمة الإسلامية في الحقل الاجتماعي توجب نشر الرفاهية بين الشعوب وضمان معيشتها،
ولا تدع مجالا للفقر والحرمان وعدم الاستقرار، فالإصلاح حاجة إنسانية. أهداف البحث: يهدف البحث إلى تقديم دراسة فيها معايشة الواقع الذي تعيشه الأمة الإسلامية والإسهام في حل مشكلة من مشكلات العصر التي لا حل لها سوى الرجوع إلى القرآن الكريم وأهل البيت عليهم السلام. وسوف أوضح في هذا البحث أهم أصول حركة الإصلاح العلوي وأبرز مرتكزاتها في مضمار الإصلاح الاجتماعي. مشكلة البحث: إن واقع التخلف الذي يعيشه العالم الإسلامي اليوم يدعو إلى وقفة تأمل ومراجعة يعاد عن طريقها النظر في المطبق من نماذج العدالة الاجتماعية في كافة جوانبها. فهذه النماذج منها منقولة من دول غير إسلامية، ومن ثم صيغة مقوماتها على أساس الأوضاع الهيكلية للبلد. أسئلة البحث: ما أهمية معرفة إصلاحات العدالة الاجتماعية؟ وما أثر أمير المؤمنين عليه السلام في حل هذه المشكلة؟ وما الأثر الذي تركه في هذا المجال؟ هذه الأسئلة كانت الإجابة عنها في أثناء البحث. حدود البحث: ستتناول هذه الدراسة الإصلاحات الاجتماعية لأمير المؤمنين عليه السلام في مدة خلافته وما واجهته من مشكلات من المعارضين والولاة والموظفين وسوء استخدامهم للسلطة. منهجية البحث: سوف يتبع الباحث المنهج التاريخي والوصف التحليلي، وقد أتحفتنا كتب شروح نهج البلاغة بالمعلومات القيمة وكان لها الأثر البالغ في إغناء البحث، ويشكل كتاب نهج البلاغة أحد أبرز ملامح الشخصية الإبداعية والعبقرية للإمام علي عليه السلام. واقتضت الدراسة تقسيم البحث على 3 مباحث، وسبق هذه المباحث تمهيد بينت فيه التعريفات بمفردات البحث وهي الإصلاح والنظم والعدالة، لمشاركتها في إعطاء صورة واضحة عن عنوان موضوع البحث. أما المبحث الأول فكتبت فيه عن سياسة أمير المؤمنين عليه السلام في الأمن الاجتماعي والإصلاح الاجتماعي، والمبحث الثاني تكلمت فيه عن سياسة الإمام علي عليه السلام في الإصلاحات الاجتماعية، وقد شمل سياسته في المال العام والمحاسبة وفي رفع الضرائب عن الضعفاء وتأمين الحاجات الضرورية للناس وفي حقوق الفقراء والجيران واليتامى والمساكين والمسنين. المبحث الثالث تطرقت فيه إلى مقومات إصلاحات العدالة الاجتماعية، وقد شملت مقومات حفظ كرامة الإنسان ورضا عامة الناس ومقومات مواجهة الظلم وحماية المظلومين ومقومات التسوية والعطاء ومقومات معاملة الناس في الحقوق بالمعروف وإقامة العدل. وختمت البحث بخاتمة أوجزت فيها إلى أهم ما توصلت إليه فيه من نتائج. هذا والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. شكرا جزيلا للباحث الاستاذ المساعد الدكتور محمد الجلاوي على التزامه بالوقت. ان كانت هناك مداخله او سؤال للباحث جناب الشيخ الدكتور ابراهيم النصراوي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. احسنتم استاذ على الايجاز الجميل، بارك الله فيكم. إضافة لما تفضلت به، الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أهم مشهور قام به هو تركيز قضية الإمامة والدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله، لأنه حدثت فجوة كبيرة استمرت إلى ربع قرن من الزمن بين رحلة النبي صلى الله عليه وآله وتولي أمير المؤمنين للأمر. وهذه الفترة الطويلة والفاصل الطويل أحدث فجوة وفراغا وتميعا
ارتحالا عن الدين بكل مفاهيمه، فما تفضلتم به لو يضاف اليه ايضا تركيز مد الامامه ودين الاسلام بكل مفاهيمه. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لكم سماحه الشيخ الدكتور ابراهيم النصراوي. كانت هناك مداخله اخرى من فضل الشيخ علي المالكي. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. فهمت من كلام الدكتور ان عدل امير المؤمنين عليه السلام مرتبط فقط في حال انتشار الفساد في المجتمع الاسلامي. فهل تقربتم إلى أن عدل أمير المؤمنين عليه السلام أيضا في حال الرخاء يكون أو لا يكون؟ هذا سؤال. لا ما تحفظ. لأن ما تحدث بشيخنا، لأن الموضوع راح يتوسع، وإحنا دائما معينة عدد الصفحات اللي نكون ملتزمين بها. لكن الجمال يكون في القليل أيضا. إن شاء الله. أحسن. بالجد. إن شاء الله. بل. شكرا. تفضل. مع ذلك يعني إذا سمحتم المداخلة عن نفس الشكل السريع. شكرا جزيلا للأستاذ الدكتور صباح حسن الزبري الجامعة الضغرية. مرحبا بك. شكرا جزيلا للأستاذ الباحث. حقيقة من جملة المعطيات البحث أن تكون هناك تعزيزات كبيرة لأحاديث وأقوال وسلوك الإمام علي سلام الله عليه في الأمام. شكرا جزيلا. شكرا لك. سلامتك شيخ. نعم. خدمتك. أنا إذا سمعت من دقيقة أو دقيقتين أنا فهمت من بحثي مع بعض هذا أيضا من الخداع مع الباحث إذا سمعت. ركز جناب الباحث على مسألة الإصلاح، لذلك هو بالتأكيد سيرة أمير المؤمنين المعطرة هي يعني تتسع بكل المجالات والنشاطات ويمكن أن ينتهل منها أمور كثيرة في مختلف مجالات الحياة، لكن الباحث ركز على الإصلاح خصوصا لأن جاءت حكومة أمير المؤمنين ودولة أمير المؤمنين بعد إفساد في ركز على قضية توزيع الثروات واستئثار فرقة دون أخرى بتلك الثروات. وشخصيا حقيقة يعني أرى أن نقطة الإضافة للباحث في المسألة التي ذكرها أيضا بالخلاصة مسألة أهمية احترام حقوق الطرفين، الحاكم والمحكوم، أحدهما يحترم حق الآخر لتتاح الفرصة في نشر العدالة الاجتماعية. شكرا لك أستاذ مساعد الدكتور محمد الجلاوي، شكرا للمداخلين.